البرلمان المصري ببيان عاجل حول هذه الجريمة التي لن تختبر للحكومات العربية. عندما تطلب سوريا، دمشق، البوابة الشرقية للأمن القومي العربي، أي أمن قومي يريدون؟ عندما كانت سوريا ومصر والعراق مثلث الأمن القومي العربي، ضاعت وسقطت بغداد في 2003 بأيدينا، بأيدي الحكام العرب، بأيدي الحكومات العربية، واليوم تسقط سوريا بأيديهم، ولكنها لن تسقط بإرادة الشعوب العربية والشعب المصري في مقدمة الشعوب العربية.